دول اتنين بيدفنوا الرماد بتاع جسم جدتهم المتوفية بعد ما حرقوها وطحنوها وخلوها بودرة وتراب. موضة حرق الموتى وطحنهم او الكريميشن انتشرت جدا دلوقتي في اوروبا وامريكا واستراليا وغيرها من الدول المتقدمة، ولما سألت ليه عرفت انها ارخص بكتير من دفن الموتى كاملين، لانها بتوفر تمن الجنازة والتابوت والقبر الكبير والعمال اللي بيدفنوا الميت، ده غير ان الكريميشن بيخلي اهل الميت يحتفظوا بشوية رماد من اللي مات في ازاي صغيرة لو عايزين، وكمان لو الميت كان عنده مكان بيحبه ممكن ياخدوا الرماد بتاعه ويرشوه في المكان ده اعتقادا منهم انه هيفضل موجود فيه. يا ترى مين فيكم يقدر يجيله قلب او ضمير انه يحرق ويطحن حد من اهله او حبايبه حتى لو هو اللي طالب الموضوع ده قبل ما يموت؟ اكتبولنا في الكومنتات.